مخرج مهند دياب فاز بجائزة مسابقة إكسل العالمية اللي بيتم تنظيمها على مستوى أفريقيا وبيتم تدشينها من خلال منظمة العمل الدولية. فاز دياب في المسابقة من خلال مشاركته بفيلم أطفال ولكن. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر حول هذا الفيلم اللي يمكن بيتكلم عن موضوع مهم جدا وهو عمالة الأطفال. المخرج مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي معنا على الهاتف مباشرة. أهلا بك يا دكتور وألف مبروك. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح الخير استاذ بكر. اهلا بك يا فندم. في البدايه خلينا نتعرف على فكره الفيلم. عملت الاطفال من الاشياء اللي يمكن حولها تجريم كبير جدا في الدول الاوروبيه، و دايما ما يبقى فيه عقوبات على الدول اللي يعني بتقنن ما يعرف بعماله الاطفال. ازاي رصدت هذا الامر بشكل انساني؟ يمكن عمالة الأطفال ملف مهم جدا، وإحنا في وزارة التضامن الاجتماعي إحنا بنرصد المشكلة نفسها. وكده كده عمالة الأطفال موجودة، ولكن إحنا إزاي بنحاول إن إحنا نكافح هذا العمل من خلال البرامج اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مراكز مكافحة عمالة الأطفال المنتشرة على محافظات الجمهورية. الأمر بيبقى صعب شوية لأنه داخل فيه نطاق يعني دخل الأسرة، وإن الأسرة الولاد نفسها بيشتغلوا عشان يقدروا إن هم يساعدوا الأسر بتاعتهم، ولكن المراكز بتشتغل على عدم تسربهم من التعليم، بتشتغل على المشكلة نفسها، إزاي تدعم الأسرة، إزاي تعمل ليهم زي قروض دوار عشان يقدروا إن هم يعيشوا حياتهم بشكل أفضل، وما يعني ننهي فكرة عمالة الطفل بهذا الصدد. يعني هل الفيلم بيتطرق لفكرة تغيير الفكر لدى الأسر، أو يعني خلينا نقول تشكيل الوعي بشكل عام لدى الأسرة اللي بتسيب ابنها ينزل بالليل في البرد أو الصبح يعني ويشتغل ويتعرض لمواقف هو صغير قوي عليها؟ هل الفيلم بيتطرق للنقطة دي؟ الفيلم بيتطرق لعرض المشكلة في الأول، لمعاناة الطفل في الأول من فكرة عمالة الطفل إنه ما بيقدرش، أو عمل الطفل إنه ما بيقدرش يعيش حياته بشكل زي بقية أقرانه من نفس السن. الولد والبنت أبطال الفيلم مدركين إن مثلا زي الولد اللي في محافظة الفيوم اللي بيشتغل في عمل في مصنع طوب، هو مدرك إن الشغلانة دي بتاخد من صحته، مدرك انه ما يقدرش ان هو يسيب شغله عشان لو ساب شغله صاحب العمل هيشوف حد غيره، مدرك انه ممكن يتعرض. لكن خليني اقف عند حته انه مدرك ان الشغلانه دي بتاخد من صحته. اكيد حضرتك عملت معايشه لاطفال بيمروا بنفس الظروف، صح؟ اكيد. هل ده فعلا تفكيرهم؟ ده تفكير الولد، انه فيلم تسجيلي فهو قصه واقعيه، فكون ان الولد مدرك لهذا الامر فده بيبقى امر صعب، ان هو سنه لسه 14 سنه. كذلك البنت مدركه ان هي شايله الهم بدري من صغرها، ان هي نفسها تتعلم، نفسها تلعب. وهنا بيجي دور وزاره التضامن الاجتماعي او دور مركز مكافحه عماله الطفل، يمكن حتى في الصور اللي احنا بنشوفها اثناء التصوير هنا المركز بيركز على ازاي يعمل انترتينمنت او ترفيه للولاد بشكل مختلف. والولاد نفسهم في الفيلم بيقولوا كده، بيقول احنا بنيجي المركز عشان يخفف عنا اللي بنشوفه طول اليوم، فبيبتدوا يشوفوا العاب من خلال التعاون مع برامج زي برنامج صرخة بالتعاون مع منظمه العمل الدوليه. نبتدي يفهمهم ايه حقوقهم وايه واجباتهم كطفل، وهو ويخلي باله لو يعني اتحط في ظروف انه يشتغل فايه ايه ياخد باله من ايه، يتعامل ازاي في المواقف المختلفه. ويبتدي ان احنا نشتغل بقى زي ما قلت لحضرتك على الاسر وتوعيتها بشكل كبير جدا، على ازاي يبقى في مصادر دخل للاسره مختلفه غير الحل ان انا الجا ان ابني ممكن يشتغل عشان يساعد الاسره. طب هو طبعا مجهود عظيم اللي بتعمله الوزاره عند حضراتكم، بس خليني يعني أكون كاشف وأكثر صراحة ليك يا أستاذ مهند. الصعيد وجه بحري بيعتبر الأطفال عمالة، يعني الراجل في صعيد مصر أو في وجهها البحري لما بيخلف بينزل ولاده حتى لو هو مقتدر على اعتبار أنه هو يبقى راجل، خصوصا طبعا لو كان ذكر، وكمان إناث على فكرة بيشغلهم في مشاغل يدوية أو كده حتى لو بيتعلموا. فدي
ثقافة يعني متأصلة متجذرة في مجتمعنا. أنا هنا مش بتكلم على المدينة. هو احنا ممكن نغير، احنا انا فاهم وجهة نظر حضرتك، بس هي الثقافة ان احنا بنقول ان الطفل لحد سن 18 سنة، ولكن احنا بنقول انه من سن 15 سنة نقدر ان احنا ندربه، ما بنقولش عمالة، بنقول عمل الطفل، لان هو مش ما يبقاش جزء من يوميته ان هو شغال بهذا الشكل، ولكن احنا ممكن ندربه، وعندنا مدارس للتكوين المهني بتبقى موجودة ومنتشرة، ونقدر ان احنا نعلمه فنيا، وده اللي احنا بنحاول نعمله من غير مركز مكافحة الطفل، ان احنا نعيد ادراجهم في التعليم، سواء كان تعليم عادي او تعليم مهني، عشان يقدر ان هو يبقى صاحب حرفة كمان بشكل كويس، يبقى مدرك لأهمية مخاطر العمل بهذا الشكل. ممكن لو هيشتغل ممكن يشتغل في اماكن ما تبقاش بتشكل خطر عليه، ولكن بتبقى منها تدريب، ومنها ان هي بتساعده على ان هو يبقى عنده فكر مثلا في ريادة الاعمال، او فكرة حتى في مجال العمل بشكل اكبر. فالنموذج ده نقدر ان احنا او الثقافة دي نقدر ان احنا نغيرها، بس نحط لها شوية اطر، مش يبقى ان هو بيشتغل بس في فكرة العمالات الصعبة زي الطوب والمصانع والحاجات اللي بتشكل خطر يعني. طيب خلينا نتكلم بقى عن المسابقة اللي حضرتك شاركت فيها، كلمنا عنها أكتر، هل دي أول مرة تشارك فيها ولا شاركت قبل كده بأعمال تانية؟ خدت وقت قد إيه عشان تستعد للمسابقة؟ هو يمكن التحدي الكبير كان في المسابقة إن أنا عرفت عن المسابقة يوم 26 إبريل، وهو كان الديدلاين يوم 30 إبريل، فأنا 26 إبريل عرفت عن المسابقة. يعني 4 أيام، لكن في الحقيقة 3 أيام يعني. فأنا حتى يوم 27 و28 كنت بحضر مع فريق عمل الوزارة، الصراحة اللي أنا حابب أشكرهم جدا إن هم قدروا إن هم يعني يمدوني بمعلومات سريعة جدا عن المراكز على مختلف المحافظات. ويوم 29 تم التصوير بالفعل، ويوم 30 كانت تمت ترجمة الفيلم ومونتاجه وكمان تقديمه. كان بيشكل جهد كبير، ولكن أعتقد إن إيماننا بالقضية وحبنا ان الحاجه تظهر بشكل كويس خلت الحمد لله مصر على مستوى افريقيا كلها، ومن كل مشاركات على مستوى افريقيا من 8 دول في مختلف المجالات، سواء كانت صحافه او ميديا او افلام، مصر الحمد لله تتصدر وناخد الجائزه الحمد لله. صحيح، احنا بنحيي جهود الدوله في حقيقه انها تغير هذه الثقافه، وبناكد الدوله المصريه عندها عدد كبير من البرامج اللي بتشتغل على هذا الأمر، اللي بتشتغل على تغيير ثقافة عمالة الأطفال، الشكل المتجذر سواء في الريف أو في الصعيد من أشكال عمالة الأطفال. الدولة المصرية عاملة ليه أكتر من برنامج من أجل معالجته، ويمكن أحد هذه المعالجات اللي اتكلم عليها المخرج مهند دياب اللي فاز بفيلم بيناقش هذا الأمر. مخرج مهند دياب، مستشار وزير التضامن لتوثيق المرئي، شكرا جزيلا لك وألف مبروك مرة تانية.